استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات جديدة لصالح قطاع غزة قادمة من دولة الإمارات تحمل حوالي 30 طن من المواد الغذائية والطبية بالإضافة إلى 12 برميل وقود. وقال مسؤول بمطار العريش إن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى المطار منذ 12 من أكتوبر الماضي بلغت 550 طائرة تحمل مساعدات من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.